عودة إلى الملف الإيراني، وتتوالى الصفعات على طهران من ضربات ضد بنيتها التحتية إلى هجمات سبرانية. هذه المرة أتت دور على السكك الحديدية التي تعرضت لإرباك أدى إلى تخبط المسؤولين وتصريحات. نتابع. خدمات القطارات في إيران تتعطل، خلل فني يصيب الحواسيب التابعة للسكك الحديدية، وارتباك شديد أدى إلى تعليق وإيقاف عمل مئات خطوط القطارات وعرقلة مراكز بيع التذاكر والخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم. هجوم سبراني مجهول المصدر، متسللون عبر الإنترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية الإيرانية بحسب رويترز، بينما تحدث التلفزيون الرسمي ووكالة فارس عن فوضى غير مسبوقة وإلغاء وتأخير مئات الرحلات. إلا أن مسؤولو السكك الحديدية خرجوا بعدها لنفي تعرض خدماتهم لأي هجوم إلكتروني، فيما حذفت الوكالة الإيرانية تقريرها عن فوضى القطارات. تخبط التصريحات الواردة من طهران تعكس حالة من الهلع لدى المسؤولين، خصوصا مع اعترافات سابقة لمسؤوليها بوقوع الهجمات السبرانية بشكل شبه يومي بحسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في شهر يوليو للعام 2020، بالتزامن مع الهجوم الذي خلف أضرارا جسيمة في منشأة نطنز النووية. وكذلك تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد جهرمي الشهر الماضي تعرض بلاده لأكثر من 13 هجمة شرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى منشآت القطاع الحيوي، إلى جانب هجمات أخرى ضد شبكة الإنترنت والاتصالات. ويبدو أن الهجمات السبرانية التي لطالما استخدمتها طهران ضد العديد من الدول ارتدت عليها لتتجرع مرارة الكأس الذي أذاقته لغيرها. للنقاش من لندن عبر سكايب ينضم إلينا مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية الأستاذ حسن راضي. سيد حسن، ماذا يحصل بالضبط؟ لماذا كل هذه التصريحات المتضاربة للمسؤولين الإيرانيين؟ وما سر هذه الهجمات المتلاحقة والتفجيرات الكبيرة؟ نعم، تحياتي. حقا ما يجري في إيران هو بالتأكيد هجوم شرس، هجمات إلكترونية، هجمات مباشرة يعني بطائرات مسيرة وأيضا بالصواريخ، يعني وكل أنواع يعني الهجوم يتم منذ سنوات وأيضا خلال الأشهر والأسابيع الماضية لم يتوقف، وآخرها هو هجوم سبراني استهدف يعني الاتصالات وأيضا القطارات والبنية التحتية والأجهزة الكمبيوتر في إيران، وأيضا استهدافات انفجارات يعني قنابل مزروعة في المؤسسات والمراكز الصناعية، خاصة الهجوم الأخير هو في هجومين يعني في خلال ثواني، واحد في غرب وواحد في شمال طهران، استهدف مؤسسة مهمة للغاية ومؤسسة أو يعني مركز لتنمية وصناعة وتطوير الصناعات، وهذه المؤسسة هي تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، الوكالة الإيرانية يعني للذرية، وتتعاون مع الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع في شؤون النووية، أي تطور أجهزة نووية. في هذا استهدافها ولم يأتي بالصدفة ولم يكن يعني حدث عارضي، بل بالتأكيد واستهداف وهجوم يعني مخطط له، لأنه يأتي في الهجوم على النووية الإيرانية. وطبعا بالتأكيد هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تتعاون من أجل استهداف تلك المؤسسات والمراكز. ما هي العوامل الخارجية برأيك يعني؟ إذا كان بومبيو وزير الخارجية السابق شارك في الاجتماع للمؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية وحثهم على مواصلة العمل، هل من أمور خارجية أخرى؟
أكيد يعني إسرائيل تعلن بشكل يعني أعلنت بشكل مرارا وتكرارا بأنه لا تسمح لإيران أن تصنع القنبلة النووية، وأيضا هناك اعترافات ضمنية من إسرائيل بأن هي التي تقف وراء الأمور، وهناك الموساد صرح أكثر من مرة بأن توقلنا وأيضا وصلنا إلى قلب طهران، مثلا سرقة الأرشيف النووي الإيراني، وحتى قالوا وصلنا إلى قلب طهران. هناك أيضا تصريحات بل اعترافات من قبل المسؤولين الإيرانيين أنه يعني تقول أنه إسرائيل تقف وراء تلك الهجمات، مثلا أحمدي نجاد وزير الاستخبارات علي يونس السابق كلهم تحدثوا بأنه إسرائيل تقف وراء تلك الهجومات، وأيضا حتى مجلس الأمن القومي الإيراني تحدث عندما تم استهداف وكالة عفوا مفاعل نطنز في الصيف الماضي، قال أن إسرائيل هي تقف وراء الموضوع، واتهم المفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهم سربوا معلومات سرية إلى إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أحد الأطراف المهمة التي تقوم بكل تلك الاستهدافات هي إسرائيل، والعديد من الدول متضررة يعني من مشاريع إيران الصاروخية، يعني الميليشيات، يعني سياسات إيران التوسعية. أنا أعتقد لا ينبغي أنه إيران تنتظر أنه تقوم بكل تلك السياسات والدول الأخرى المتضررة وهي عديد والأطراف المتضررة تقف مكتوفة الأيدي، كما أنه هناك غضب يعني. طيب إذا ما تحدثنا تحديدا عن الولايات المتحدة سيد راضي، واستمرار الهجمات من قبل إيران ووكلائها على قواعد أمريكية واستهداف مصالح، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة بحسب البوليتيكو، وهناك مطالبة خاصة من الجمهوريين بالرد بحسم، وأنه الردود التي قامت بها إدارته غير كافية وليست فعالة على هذه الهجمات. صحيح، طبعا هو الان يعني ايران تشن حرب على يعني القواعد الامريكيه في العراق او ربما احيانا في اماكن اخرى عبر الميليشيات بشكل غير مباشر. هي ايران يعني تريد تستخدم تلك الميليشيات من اجل ان تضغط على الولايات المتحده الامريكيه، تريد ترسل رساله الى الولايات المتحده الامريكيه بان دون رفع العقوبات ودون الوصول الى اتفاق تكون المنطقه غير امنه، وايضا التواجد الامريكي غير امن وغير مستقر، لذلك تدفع بتلك يعني الميليشيات ان تزعزع امن واستقرار المنطقه وخاصه تجاه الولايات المتحده الامريكيه. وبالنفس وبالوقت نفسه انه ايران لا تريد ان تتبنى خوفا من ردود الفعل الامريكيه. الان يعني ردود الفعل الامريكيه على الميليشيات بالتاكيد ليس على المستوى المطلوب، ليس على المستوى التحديات، ينبغي ان يتم استهداف يعني قائد قيادات تلك الميليشيات، قواعد عدها، معسكراتها، وهي متواجدة بكثرة في العراق وفي سوريا، لكن هذا لم يصل يعني إلى حد المطلوب. أنا أعتقد هذه الضغوط الداخلية الأمريكية والتحديات في المنطقة أعتقد ستدفع بإدارة بايدن أن تتخذ مواقف أكثر حسما، لكن أنا أعتقد أنه الموضوع الذي يجعل من إدارة بايدن أن لا تصعد هي يعني هناك أمل أو تتأمل يكون هناك اتفاق في مفاوضات فيينا، وبالتالي تهدأ الأمور عن طريق الوصول إلى حل من خلال السبل الدبلوماسية ورفع العقوبات ووصول إلى بعض التفاهمات مع طهران. وأنا أعتقد إذا فشلت تلك المفاوضات في فيينا أنا أعتقد الأمور تتجه نحو التصعيد، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مواجهة لتلك الميليشيات بشكل يكون أكثر عنفا وأكثر حسما في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من لندن.